أهلا بكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. كشف خبراء في الاقتصاد عن بلوغ معدلات النمو السكاني في العراق إلى 2.17 وهي أعلى نسبة عالميا بالتوازي مع زيادة نسبة البطالة. وقال الخبراء إن نسبة الشباب في العراق كانت 45% وأصبحت بحسب إعلان الأمم المتحدة 60%. ويفترض أن تقلل هذه النسبة الإعالة، لكن الأمر أصبح عكسياً إذا ارتفعت نسبة الإعالة من 5 إلى 7 أفراد بسبب ارتفاع نسب البطالة. وأضاف الخبراء أن ارتفاع نسبة البطالة يزيد من التداعيات الاجتماعية السلبية ما يتطلب ضبط عملية التزايد السكاني الهندسي من خلال زيادة الوعي والتخطيط ووضع المعايير والإرشادات، لافتين إلى أن وزارة التخطيط لم تعمل بهذا الاتجاه وهو في صميم عملها وواجبها. أكد قائم مقام قضاء الشطرة في محافظة ذيقار أن وزارة الإعمار والبلديات الحالية سحبت مشروع مجاري الشطرة من الشركة الإيرانية المنفذة بسبب تلكؤها. وقال قائم مقام حيدر غالب إن القرار جاء بسبب التلكؤ الحاصل بعمل الشركة المنفذة لمشروع مجاري الشطرة، وتطالب القضاء بإيجاد حلول للمشكلة. كما أشار إلى أن التوجيه تضمن سحب أعمال الشبكات والمحطات من الشركة المذكورة وأن تحال إلى شركة أخرى، مشددا على أهمية أن تكون الإجراءات مناسبة وسريعة لإكمال مشاريع الإعمار وشمول باقي مناطق القضاء. قال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي أن العراق بات الوجهة الثانية للصادرات الإيرانية بعد الصين، مشيرا إلى أن ترتيب العراق في تأمين احتياجات إيران من السلع قفز كذلك إلى المركز 9. وأضاف لطيفي أن الصادرات العراقية إلى إيران وصلت إلى 1,994,864 طن خلال الأشهر الـ10 الأخيرة بقيمة تجاوزت 920 مليون دولار. كما أشار إلى أن الصادرات العراقية إلى إيران سجلت ارتفاعاً كبيراً، وأن العراق كان يحتل المركز 26 في تأمين احتياجات إيران من السلع، لكنه تقدم إلى الموقع 9 خلال الأشهر الـ10 الأخيرة. انخفضت مبيعات البنك المركزي في العراق من العملة الأجنبية، وبلغت الحوالات الخارجية أكثر من 82% من مجمل المبيعات، بينما بلغت المبيعات النقدية أقل من 17%. وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 8.29 لتصل إلى 188 مليون و251 ألف و676 دولار. غطاها البنك بسعر صرف الأساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وذهبت معظم المبيعات لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، حيث بلغت 156 مليون و461 ألف و676 دولار، في حين ذهب المبلغ المتبقي البالغ 31 مليون و790 ألف على شكل نقدي. قالت شركة سومو إن معدل الصادرات النفطية العراقية انخفض خلال شهر كانون الثاني الماضي إلى 3,200,000 برميل في اليوم بالمقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2021. وبحسب بيانات الشركة فإن العراق خسر نحو 200 مليون دولار في كانون الثاني الماضي بعد عجز البلاد عن تصدير أكثر من 2,250,000 برميل خلال هذا الشهر، مشيرة إلى أن صادرات العراق الوسطى والجنوبية تراجعت بنسبة 2%، بينما تراجعت صادراتها من كركوك بنسبة 5%. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الاقتصاد، إلى اللقاء.